الجمهور يتناول من هذا الانسان. دائما تكون المعارض هذه المرسومه تاعنا، هذه الاكلات المعروفه بها منطقه تيكور. فيما يخص البرنامج المسطر لهذه التظاهرة، هناك عدة نشاطات مختلفة تخص التراث المادي واللامادي الخاص بمنطقة وادي ريف ولاية تبرت. كما راكم تشوفوا اليوم رانا دايرين كانت البداية بهذا المعرض، المعرض المتنوع الذي يحتوي معظم ومختلف حرف التقليدية الخاصة بمنطقة تبرت. في ترشح التراث عندنا نشاط ربما كبير راح يكون يوم 11 مايو إن شاء الله في بلدية تماسين، يوم دراسي بالمناسبة. ندعو الجميع المهتمين بالتراث خاصة وكيف لو أن هذا العام التراث المادي الدولة الجزائرية اهتمت به، مش يكون وبصفة أخرى كتضامن ثقافي وتراثي مع أهلنا في فلسطين الحبيبة، التي سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء.